الحرب العالمية الثالثة أجي تفهم بكل سلاسة وبكل بساطة. نهار الجمعة اللي داز 3 يناير 2020 أمريكا قصفات العراق بصاروخ. هاد الصاروخ ضرب جوج نتاع السيارات، ما غيكون راكب في وحدة من دوك السيارات غير قاسم سليماني. شكون هو قاسم سليماني؟ هاد صاحبنا جنرال إيراني. الله أكبر، خلت العراق كاملة وضربت جنرال إيراني. نزيد واحد الحاجه، هاد سي قاسم هو اللي كان الممثل نتاع طهران في المنطقه كامله، يعني هو اللي عارف الاوضاع، هو اللي كيتحدث اسم طهران. وما زاد الطين بله كما كنقولوا، هو مات معاه واحد السيد اللي سميتو ابو مهدي المهندس، وهو نائب رئيس الحشد العراقي. والسي ترامب خرج لنا وكيف العاده ديالو في تويتر فرحان ومعتز بهذا الشيء اللي دار. تصور معايا، انت تسببتي في واحد الاغتيال نتاع واحد الشخصيه اللي مهمه لشكون؟ لايران. ايران العدو الاول لامريكا. نتوما راكم عارفين كاملين بان الحرب من قديم كانت بين ايران وامريكا، اي حاجه عندها علاقه باليورانيوم وبالاسلحه فممنوع على ايران انها تكون مطورته فيها. ونزيدكم على هذه القضيه هذه بانه لحد الساعه كان هناك حرب رقميه، يعني الفيروس داك التخربيق بين امريكا وطهران. وفي خضم هذه الازمات وهذه التداعيات نتاع هذا الشيء، نانسي ترامب في المنطقه، شوفوا احنا قتلنا لكم واحد الشخصيه، يعني الرد ديالكم يكون في مستوى نتاع هذا العمل اللي قمنا به. يعني بيقول لهم بان قتلنا لكم شخصيه، قتلنا شخصيه وخلوا بلدان بعد. واللي خلع العالم كامل هو ان ايران باقي ما تبنات حتى شي موقف، وباقي لحد الان ما عارفينش اش تحت راسها. زيد على هذا الشيء كامل، وحنا كنعرفوا بان المنطقه متوتره جدا. ايام قليله هذه تركيا صوت البرلمان على انه موافق على التدخل العسكري التركي في ليبيا، يعني جوج نتاع الملفات كل واحد قد لخله كيتسنى العرض في هذه سنه 2020. الله يحضر السنه. يعني دابا التساؤل اللي غادي يطرح لك في راسك، اشنو يقدر يطرى؟ كاينين اربعه ديال السيناريوهات، كل واحد وشكل ديالو. فاولا السيناريو الاول هو ان ايران نوض قلبها صباط وما كاين ليها النووي لامريكا، وهذا الشيء اللي العالم كامل خايف منه. وكاين الحل الثاني اللي هو نوض ايران تكري واحد جون ويك ديالها حتى هي وتمشي تصفيها لشي جنرال امريكي، وهذا الشيء اللي لمح ليه ترامب. والسيناريو الثالث وهو جلسوا بجوج طبله ويكونوا تما واحد الحوار، امريكا تعطي شي امتيازات لايران، اتفاقيات شي لعيبات تنقص لها شي ديون شي حاجه بحال هكا، ونبينا عليه السلام. والحل الرابع اللي هو خطير هو ان ايران تمشي تسد مضيق هرمز. هذا المضيق هذا اللي هو يعتبر معبر تجاري اللي لفت تدرت ايران، امريكان غادي يخرج لهم عقل. تصوروا معايا باش تفهموا وباش نبسط لكم، فهذا هو الممر الرئيسي للبارجات اللي كيهزوا النفط. تصور معايا 20 مليون برميل ديال النفط كيدوز في النهار، الا تسد غتولي يا ولدي تشري ليسانس 500 درهم لتر. تصور معايا اخي الكريم بان هذا مضيق هرمز كدوز منه اكثر من 40% نتاع حاجيات نتاع دول العالم من النفط. ولكن علاش كيبقى هذا خيار بعيد؟ لان هذا المضيق هذا ماشي امريكا بوحده اللي غادي تاثر به، كاين امريكا اسرائيل انجلترا وفرنسا، يعني هادو كلهم غادي تضروا وغادي يحاولوا انهم يمنعوا هذا الشيء. ولكن في الضفه الاخرى كاينين المساندين ديال ايران بحال الصين كوريا الشماليه والهند، اللي حتى هما غادي يكونوا موافقين على اي قرار اخذته ايران. ولحد الان باقي ما هضرناش على الدول العربيه، اشنا هو الدور ديالهم في هذا الشيء؟ مصر تركيا والدول الاخرى. وكل شيء كيعرف بان امريكا عندها واحد القاعده عسكريه في سلطنه عمان، لا كانت شي روينه ولا شي حاجه من تما غيكون قصف ايران. وفي حاله وقع هذا الشيء وتضربات ايران فاوتوماتيكمون غادي تدخل روسيا، كلنا كنعرفوا روسيا، لانهم دايرين واحد الاتفاقيه على انهم بجوج اللي تضرب فيهم غادي يعاون الاخر على العدو اللي غادي يكون ضرب. ويلا تزاد روسيا مع ايران غادي تجي اسرائيل وبريطانيا مع امريكا. وحلايا من عقدتها، وهذه هي الحرب العالميه الثالثه اللي كلشي خايف منها. السؤال المطروح دابا، حنا المغرب ما محلنا من الاعراب؟ محلنا خوتي من الاعراب هو انه غيتزاد لنا درس اخر اللي باقي احنا ما تهنيناش من الحرب العالميه الاولى، هو الحرب العالميه الثانيه والاسباب المباشره والاسباب الغير مباشره، وداك السربي اللي كان غايم في سيركل وبدل الطريق وصدق في طريق اخرى ولقى هذاك هو اللي عاد النمسا وقتلو. كلشي عارف هذه القصه هذه. وتصور معايا اخ كريم، انت باقي مضارب مع الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، كتحفظ فيهم ويتزادك درس جديد الحرب العالميه الثالثه اللي حتى هو غادي يكون فيه بزاف 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 ديال المشاكل. ومن هذا المنبر كنطلبوا من دونالد ترامب ومن الرئيس تاع ايران انهم يضبطوا النفس والخير في المساعده، واللي دا لك اليوم غادي يرد لك غدا، والحياه هي هذه.
وشكرا اخوتي على المتابعه. ما تنساوناش بالتشجيع ديالكم، ابوني وفعل الجرس ودير جيم، ولكم تحيه من القلب.